السلام عليكم. السؤال عن مدة الاستشفاء وتحسن النظر المتوقع بعد إجراء عملية الموية البيضاء. عمليات الموية البيضاء تعتبر من العمليات الروتينية اللي الاستشفاء بعدها يكون الحمد لله سريع، لكن في بعض الحالات واللي تكون فيها الموية البيضاء درجتها أكبر قد تحتاج إلى فترة استشفاء أكثر. أغلب الناس بعد عملية الموية البيضاء بيوم أو يومين يلقوا النظر يتحسن بدرجة كبيرة، ويتحسن لفترة معينة تقريبا تستمر إلى شهر، وفي العادة يستقر النظر بعد شهرين من العملية بشكل كامل. عشان كذا احنا حتى إذا كنا بنحتاج نسوي مقاسات للنظارة، بالذات الناس يحتاج النظارة القريب، نستنى بين شهر إلى شهرين بعد العملية. هذا الشيء طبعا يختلف تماما عن أنواع ثانية من العمليات مثل عمليات الشبكية وخلافه، لأنها في العادة عمليات تحتاج إلى تدخلات أكبر، وقياس النظر يستمر لفترة أطول لين يستقر. يبقى نذكر أنه في موضوع آخر مهم جدا. إحنا في العادة بعد عملية الموية البيضاء نركز في المتابعة الأولى والثانية على أنه ضغط العين يكون منضبط، فمهم جدا من الشخص اللي يجري عملية الموية البيضاء أنه يجي للمتابعات الأولى، بالذات بعد العملية بيوم، بعد العملية بأسبوع، بعض الأحيان نحتاج أنه نشوفه مرة ثانية في فترات متقاربة. مع تمنياتي لكم بالصحة والعافية.